بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورضوان. نأخذ موضوع الشك لأنه له صلة بالعقيدة. الناس في هذا الزمان ما لا أصابهم داء العضال هو داء الإكثار من الشكاوى. كل إنسان لابد أن يلقى تهمة يجب يلصقها بغيره فيصبح هو صعب حق والغير هو صعب باطل. وهذا في الحقيقة مش الحديث هذا الحديث هو لأن غفلنا على الله فأصبحنا نشتكي. هذا مرض يغيب العقل ويسلبنا صفة العدل. أعلم مش نشكيه في الحقيقة ربنا ما نشكيهوش لأنه هو عالم بحالنا. ونعرفوا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قصد قومه إيذاءه بالحرق ومن هيج النيران والخديد وحتى الطائر من بعيد يحترق وينزل فحمًا وهم مش يقربوا وعملوا المنجنيق وهو في حال من دفعوا المنجنيق من سيدنا جبريل عليه السلام عمل الوحي من كيف اللي غار عليه وكيف اللي حس بالأزمة قالوا يا خليل الله ماذا تسأل خليلك؟ قالوا علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذه عين العقيدة. العقيدة هو أن تعلم أن الله لا يغفل على شيء لأنه خالق كل شيء ومباشر كل شيء وهو قيوم بذاته وصفاته كما هو قيوم لخلقه يقوم بشأن الخلق. تصوروا للحظة ولنا نصدهم الله تعالى يسلم قيوميته على خلقه. ماذا يحدث؟ فناء فاجع. وهذا لا يكون لأن الله رحمن رحيم. والله نعرف قصص كثيرة اللي يكون ربي ما يعجبش بالعقاب وهذا عقاب سيلغيك من الوجود وهو غالب عليه عقاب. لكن ربي سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه ووسعت رحمته كل شيء. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى حين أنت ما تشكيش لأنك تعلم أنه يعلم حالك فأنت حقيقة على يقين. والذي يكون على اليقين هو على درجة كبيرة من حب الله ومن الأدب مع الله ومن حضور بين يد الله أو في يد الله. كل حد كيفاش يقول من العلماء المهم يقول بين يد الله هو أقل قرب من الله مما الذي هو في يد الله. هذه عينات بل تغنينا عن الشكوى فإن فقهناها فتصبح الأمراض النفسية مطرودة من جنباتنا ومطرودة من عقولنا فترجع الاستنارة للعقول وترجع السكينة للصدور والسلام على من اتبعه.